حبايب صباح الخير عليكم. السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا ملاح بصحة وعافية. السلام عليكم الحاج، ان شاء الله تكونوا كاع ملاح. راكم تشوفوا الامطار والسحب والغيم، توحشنا الشمس. يلاه الشمس هذه عندها واحد 3 شهور ما بانتش، بانت خطرة عليك خطرة يا ربي نص نهار وراحت. المهم رحمة ربي وخلاص، هذه هي. بون نحكي لكم واحد الحاجة خفيفة برك، نحذركم هكذا يعني عن تجربة. راني راح نتحدث لكم عن تجربة وواحد القصة صرات في نفس الوقت. بون كاين بزاف ناس كيكونوا رايحين من فرنسا ولا من الألمان للجزائر، في لي زايروبور يلقاو واحد العباد يقول له يا اخو عندي واحد البايط تاع الدوان يحب نبعثهم للدار لما، ويبدا يشتكي لك في المطار و راك فاهم، يقول لك ايرجون بابا وكذا، خويا اختي واحد البايط تاع الدوا هبطهم لي كذا. وكاين واحد العباد كيف كيف في الفيسبوك يقول لك واحد لي باج يقول لك يا جماعه راني هابط للبلاد غدوه ان شاء الله، اي واحد يحب يهبط دوا يتصل بيا في الخاص نهبطه له ماشي مشكل. هكذا نقول لكم حاجه، قسما بالله يا هذا الامر غير خطير جدا جدا جدا، هذا الامر والله غير خطير، ماشي زعما انا ما نحبوش نديروا الخير ولا، والله غير امر خطير. ونحذركم يا المسافرين، ردوا بالكم من كاش واحد ما تعرفوش، خاصه في الايروبور يقول لك باطه تاع الدواء للدار وراهم امراض ارجون والعجوز يبدا يشكي لك. شوف انسان يبغي يدير الخير، بصح الخير اللي يديني للحبس والله ما نديرو، هكذا الخير اللي يجيب لي الشر ليا انا والله ما نديرو. ماشي زعما انسان ما نحبش ندير الخير، كي كنت هابط للبلاد لقيت جماعه قالوا لي دواء وكذا ما حبيتش نهبط لهم، قلت لهم لا ما نديش، باسكو انت الدواء هذا ما عرفكش واش فيه لداخل، بالك الباطه مكتوب فيها باراسيتامول كاشي تاع الراس، ولكن لداخل كاين كوكايين انت ما تعرفش، انت نيتك دير الخير هكذا. لانه علاش عندي واحد صاحبي مسكين اخينا وليد فرنسا، هو زايد هنا في فرنسا ما يعرفش العقليه، مسكين اخينا مسكين انسان ما شاء الله زوجته تاعو قوريه دخلت الاسلام عنده زوج ولاد، قرر قال لك خلاص انا كرهت فرنسا كيما نقولوا حنا يدير الهجره، حب يهجر يعيش في الجزائر، شرا دار تما وبقى يروح ويجي يروح ويجي. واحد الخطره في الايروبور ما عندهاش بزاف، تلقى مع واحد السيد قال له هبط لي باطا تاع الدواء يما وكذا، بدا يشتكي له هكذا. السيد داه على نيته مسكين والله العظيم، دا هذيك الباطا تاع الدواء كيلحق للجزائر قسما بالله غير الحبس ديريكت للقطار الحراش، باسكو الباطا تاع الدواء هذيك كيما قلت لكم العلبه مكتوب فيها باراسيتامول والداخل كاين كوكايين ولا عفايس هكذا. المهم ذيك الباطا تاع الدواء اللي داها خلصها غاليه، طيحوه مسكين في الايروبور، قالوا له هذا الدواء منين جبتو؟ قال لهم انا تلاقيت مع واحد وكذا، قالوا له انت كيفاش انت انسان ما تعرفوش يقول لك هبط لي دواء تهبطه له؟ قال له انا نيتي، قال له يا خويا ما كاش النيه هنايا والله غير سنسلوه والداوه ضرب واقيلا قريب 7 شهور هوموندا ديبو هو في القطار يتلاوح مسكين. اوروزمون كان عنده النيميرو تاع التليفون، باسكو هذاك السيد في فرنسا كيعطى له الدواء قال له هبطه لي البلاد، قال له هاك النيميرو تاع خويا، قال له كي توصل الايروبور عيط لي لابوليس سما، قالوا له هاد الدواء المره كدايو، قال لهم راني داي واحد انسان عندي غير النيميرو تاعو، عيط له ذاك السيد جاي يديه زادوا لقفوه لابوليس وبداو يديروا في التحريات ومن بعد خوهم في البلاد قال لهم انا هذا الانسان اللي جاب لي الدواء ما نكذبش عليكم انا ما نعرفوش. من بعد داروا تحقيقات على اخوه اللي عايش هنا في فرنسا، لقاوه روشاشي في الجزائر ممنوع عليه يدخل الجزائر، هذا عنده حبس وخدمته هاد الصوالح الكاشيات والزطلة وهاد الصوالح هادو، لقاوه ديجا روشاشي. وشنو السيد ما قالوا له احنا ما نأمنوش، قالوا له نشوفوا قاضي التحقيق واش يشرط واش يحكم عليك، داوه للحبس مسكين ومرتو قوريه راكو تعرفوا ما تعرفش العقليه في الجزائر ومرضت والله غير صرا فيه الميزيريا اللي حد الان ما على بالوش واش صرا له دوك، باسكو انقطع الاتصال باسكو مرت صاحبي كانت اتصال مع مرت هذا اخينا. والله المهم خوتي راني نوصيكم واحد ما تعرفوش ردوا بالكم، راني نقول لكم واحد تعرفوه على العين والراس. انا ديك الخطره كي هبطت البلاد هبطت معايا واحد 35 باطا تاع دواء، وشنو عباد نعرفهم كونفيونس، تلاقيت مع عباد في الايروبور واحد قال لي هاك كاب هذه هبطها لي غير تلحق الايروبور لاجيت، قلت له انا هبطها لك يا خويا واش فيها لداخل وانا على بالي، قال لي قاش تاع ولادي، قلت له لا خويا ما خاطيني اسمح لي برك. راني نوصيكم واحد ما تعرفوش با كونفيونس ديريكت هذه هي،
واللي تعرفوه على العين والراس هبطلو وزيد شريلو من عندك قاع والله. هكذا اخوتي المهم هاني وصيتكم وحذرتكم، وهذه تجربه شتها بعيني ماشي قالوها لي مسكين على اخينا هذا، ولا كاش ما بان عليه خبر مسكين هاني نخبركم. المهم هيا تحياتي للجميع والسلام عليكم، وسمحوا لنا برك هكذا سمحوا لنا برك، ماشي زعما ماناش حابين نديروا الخير، ولكن انا قلت لكم الخير اللي تجيب لك الشر ما ديروش. هيا صحه السلام عليكم.